صباح الخير. النهارده طبعا في اليوم الثاني هنتكلم مع مخترع جديد ان شاء الله يعرفنا بنفسه عن اختراعه. حياك الله استاذ محمد عبده. اول شيء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، صباح الخير عليك وعلى جميع مشاهدي قناتك. احنا عندنا هنا شاركنا ولله الحمد بجهاز لقياس انتظار المرضى في العيادات. ميزه الجهاز الاولى انه يعطي المريض كم دقيقه سينتظر في اي عياده من العيادات حول العالم. الجهاز باذن الله سيكون قريبا في عند كل عيادة حتى يلبي هذه الخدمة التي يفتقدها جميع العيادات. ولله الحمد سجلت براءة اختراع في المملكة العربية السعودية، وهذا النموذج النهائي اللي بإذن الله سيكون عليه تصنيع المنتج في نهاية الأمر بعد النموذج الأولي طبعا اللي سويناه. طبعا هي الفكره طبعا بتخص اكتر اللي هي كبار السن، يعني طبعا هي الفكره هتبص عليها تحس اللي هي شويه ديجيتال كويس، مش سمارت، يعني ممكن يعمل سمارت عادي، يعني ممكن في امكانيه تعمل سمارت، لكن هو فكر في حاجه مختلفه اللي هو الفئه العمر الاكبر بيبقى بالنسبه له السمارت صعب، حتى ايده بتهتز، بيبقى اوقات يعني هو تعبان ما يقدر يمسك حاجه تاتش، هتلاقي الموضوع عنده فيه مشكله، خبرته في التاتش صعب، فهو فكر في حاجه تتناسب مع السن الكبير اللي هو في الغالب هو بيروح المستشفى، في الغالب هو ده الشخص المعني اللي عنده مشكله في الانتظار، بيبقى تعبان فمحتاج يتاكد هل هينتظر قد ايه، اوقات بيتعصب، اوقات بيزعل بسبب اللي هو انتظر في وقت مش عارف، لكن هو من الاول لما يبقى عارف هو هينتظر 10 دقائق او هينتظر ثلث ساعه او اكتر كويس، هو اوريدي من الاول عارف الوقت بتاعه، فهو سهل عليه باختيار الخدمه اللي هو عايزها. طبعا هو الفكره ما شاء الله تنفع في معظم، يعني كل حاجه فيها حد شخص كبير بيتعامل في معامله، اذا كان في بنك، اذا كان في مكان حكومي، اذا كان في وزارات، في مستشفيات، طبعا كل التفاصيل دي. هو طبعا هو في موديل موجود هنا اللي هو البروتوتايب اللي عمله، جميل. وفي بعد كده النموذج اللي هو ان شاء الله يعتبر الموديل ان شاء الله اللي هو هينزل المرحله اللي جايه. هو عامل ابلكيشن فعلا جميل للفكره بتاعته. جميل، ما شاء الله عليك، أضفت إضافات جميلة. هو الجهاز يعني فعلا يلبي حتى كبار السن اللي ما عنده مثلا سمارت فون، بإمكانه يدخل مانيوال يدويا، يدخل رقم الجوال ويسجل دخوله، فيخبر الجهاز بالوقت المتوقع لانتظاره في العيادة. وكذلك من عنده سمارت فون وفرنا له أنه يكون باركود على نفس الجهاز بإذن الله إذا تم تصنيعه، وهو نفس الباركود لتسجيل الدخول والخروج. كذلك تم ربط هذا الجهاز بأبليكيشن هو نازل الآن على الآيفون وعلى الأندرويد، وكذلك ويب سايت موجود وبإمكان يعني الجميع تحميله والاستفادة منه في خدمة إضافية أضفناها اللي هو مشاركتنا لتحسين جميع مواقع الانتظار في العالم، وهذه ميزة يعني جميلة أضفناها في التطبيق إلى أن يتم إن شاء الله تصنيع النموذج النهائي بإذن الله. وجزاك الله خير وشاكر لك حقيقة على هذا اللقاء الماتع. بارك الله فيك، الله يخليك، بارك الله الله. يسعدك.